خلينا نقول اللي بعد نهاية موسم تبدأي تستعد لموسم جديد، لابد ان يبقى في تأقلم، في انسجام، بتعود اللعيبه على اللي خلاص انت بدأت مرحله الجد. معسكر النمسا كان معسكر ناجح جدا جدا للنادي الاهلي، واعتقد ظهر حتى من الفيديوهات اللي ظهرت كده للعيبه، الصور اللي كانت ظهرت، ان في سعاده كبيره جدا على اللعيبه، على الجهاز الفني. طبيعي ان انت بعد فتره راحه ما بين موسم والموسم الاخر لازم تاقلم اللعيبه بقى، ينسوا الفترات اللي فاتت دي ويبداوا التركيز في موسم جديد. اعتقد النادي الاهلي نجح بشكل كبير جدا، كولر اشاد بالمعسكر، اللعيبه اشاد بالمعسكر والتركيز الكامل. عندك مباريات مهمه جدا جدا على النادي الاهلي خلال الفتره اللي جايه، تلاحم ببطولات كتيره جدا، سواء بطوله دوري، دوري ابطال افريقيا، سوبر افريقي، دوري افريقي، عندك كاس عالم للانديه. لابد ان انت تستعد استعداد وتاقلم اللعيبه وتجهز اللعيبه فنيا وبدنيا، وكان المعسكر ده اعتقد بنسبه كبيره جدا كان ناجح للنادي الاهلي. الناس كتير بتقول ده النادي الاهلي لعب مباراه وديه واحد، ولكن المعسكر بشكل عام اللي انت تجمع اللعيبه في بلد بعيده، في بلد اوروبيه، ان تاقلم اللعيبه، ان تجهز اللعيبه فنيا، ان اللعيبه تبقى مركزه، ان تبقى كل حياتها للتدريب بس. المعسكر مستو كمان ان انت يعني كل تركيز اللعيبه في المعسكر المغلق ده بيبقى للتدريب والتركيز، ولو في حاجه بالنسبه للكره كمان مع اللعيبه الجديده، عاوز اقلم اللعيبه القديمه مع اللعيبه الجديده اللي تم ضمهم، طبعا امام عاشور والرضا سليم واللعيبه دي، لابد نتاقلم بمعسكر خارجي. اعتقد كل دي وبعد العوده كمان من الراحه يعني بيبقى في بعض اللعيبه وزنها زايد، طبعًا بيبقى اللياقه ليست الافضل طبعًا، فبتبقى فرصه ان انت زي ما حضرتك قلت العبره مش بس يعني عدد الوديات اللي انا بلعبها، لا هي قصه كمان ليها علاقه باللايف ستايل اللي انا برجعه تاني واللياقه اللي برجعها مره فنيا وبدنيا. والنقطه اللي حضرتك برضو ذكرتها ناس كتير يعني وقفت عندها فيما يتعلق بانعكاسات وجود الفريق السكواد النادي الاهلي في معسكر زي اللي شفناه في النمسا، هي حته الانسجام والاندماج ما بين العناصر الجديده، ما بين يعني سواء العناصر اللي اضيفت مؤخرا اللي تم تطعيم الفريق بيهم زي رضا سليم طبعا وامام عاشور، او العناصر العائده او العناصر المصعده، كل دي كانت يعني في فرصه رائعه لدمجهم مع يعني قدامى اللعيبه في النادي الاهلي. بالعكس طبعا لو انت عامل معسكر داخلي او معسكر او تدريبات عاديه، اللعيب بيروح ما بيبقاش كل تركيزه، ولكن ميزه هذه المعسكرات اللي انت باكل وشرب وكل حاجه وعيشه، والناس كلها بتقرب من بعضها، اللعيبه الجديده مع اللعيبه القديمه، مع كولر بيبقى عاوز ينفذ خطط جديده، عاوز يشوف اللعيبه دي مركزه ازاي، فدي كلها امور اعتقد ايجابيه جدا جدا لمعسكر النادي في النمسا. واعتقد ان شاء الله يعني النادي الاهلي باذن الله يعني امامه اول ماتش في السوبر الافريقي، مباراه مهمه جدا جدا واحنا اكيد هنتكلم فيها، ولكن بشكل عام معسكر ناجح جدا جدا. طب ما احنا فيها اهو بنتكلم فيها. نتكلم فيها طبعا. هي مباراه انا يعني لو اتكلمنا على اتحاد العاصمه، هو مش من الانديه الكبيره في الجزائر، محتل المركز ال 12 في الموسم الماضي. الفروق الفنيه، في فروق فنيه كتيره جدا بالنسبه للنادي الاهلي، النادي الاهلي فارق فنيا. المشكله اللي بتقابل النادي الاهلي هي مشكله نفس اللي بتقابل اتحاد العاصمه، ان الدوري لم ينطلق سواء في مصر او في الجزائر. فعشان تجهز اللعيب، انا كنت اتمنى طبعا ان الموسم بتاعنا يبدا بدري شويه، ان انت تجهز اللعيب فنيا وبدنيا. اعتقد الماتشات الرسميه بتبقى مهمه جدا جدا. لو الموسم بدا بدري شويه كان هيفوتك معسكر زي بتاع النمسا، ما كانش هيبقى مساحه وقت كده. بس الماتشات الاحتكاكات الرسميه بتختلف عن الماتشات الوديه، مهما تلعب اللعيب مباراته، عشان كده بتلاقي في لعيب كتير جدا يعني بيلعب ماتشات وديه بتالق فيها، بيجي في المباراه الرسميه ما بيتالقش. فالمهم عشان تقدر تحكم على لعيب او تاقلمه مع فريق، مهم الماتشات الرسميه هي اللي بتدي له حساسيه المباراه، هي اللي بتدي له الضغوط الجماهيريه، هي اللي بتدي له الحاجات كتير جدا، تخلق حميه جواه طبعا طبعا، وبتجهزه فنيا وبدنيا. يعني خلينا نقول الماتشات الوديه عمر برضو بتساعد جزء، ان انت بتساعد لعيب ان انت تجهزه فنيا وبدنيا، ولكن الماتشات الرسميه هي الاهم، سواء بقى لعيب احتكاكات افريقيه، سواء احتكاكات محليه، سواء ماتشات مع المنتخب. فالمشكله اللي كانت بتقابلنا احنا كالنادي الاهلي هي مشكله برضو في الجزائر، ان الدوري حتى الان لم ينطلق في الجزائر وهيبدا يوم 15، فدي ميزه برضو بالنسبه لك، اللي انت الفرقه اللي انت هتقابلها برضو ما جهزتش فنيا او ما خاضتش مباراه رسميه، فدي ميزه. ولكن الفوارق الفنيه بالنسبه للنادي الاهلي فوارق فنيه كبيره جدا، في فرق كبير جدا ما بين النادي الاهلي واتحاد العاصمه، احترام طبعا نادي العاصمه أكيد. اسم كبير، ولكن اعتقد النادي الاهلي مهم بالنسبه له البطوله دي قوي، مهم ان انت تبدا موسم وانت احرزت بطوله، دي هتديك حافز معنوي كبير جدا جدا للعيبه. اعتقد
ما تبدا الموسم زي ما بقول كده وتبدا باحراز بطوله او اللي انت تحصل على بطوله هتفرق معاك في باقي الماتشات الفتره اللي جايه.